زيارتنا تاعنا اليوم يعني تثبت مدى جاهزية واستعداد الجزائر إلى هذه التظاهرة. شفتوا باللي باش يعني ملعب ميلود هدفي في أحلى حلة، شفتوا كذلك باللي باش يعني الكل متجند من أجل إنجاح هذا العرس الرياضي. أتحدث عن وهران الباهية للمرة الثانية إن شاء الله، ستبرهن على مدى تفوقها، ستبرهن كذلك على مستوى النجاعة والنجاح في تنظيم التظاهرات القارية والدولية. نجحنا في تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وسننجح إن شاء الله في تنظيم الشان، وسنكون مستعدين إن شاء الله لاحتضان الكان.